الشاعرة والإعلامية الإماراتية نجاح المساعيد، حياك الله معنا في البرنامج، وينك؟ هذه تحية من نجاح المساعيد. إعدادها ما للمزن عد الأمطار، وإعداد حيد شامخة من على البيد، وإعداد ما هبت هبوب على ديار، عد البختري والخزام المواريد، عد النفل وإعداد زينات الأزهار. وأسأل نفسي أقول وش اللي صار لي؟ ليش تغيرت؟ وش اللي حصل إني أنا حتى قصايدي نفسه ما صرت أقدر أحفظه؟ لو فيت وجيت يوم زرت لي، وين الشعر يا مزاج الشعر يا ذوقه؟ الطير مشبوك ولا بسمة راقي؟ إن كان فكرتك عند الغير مشبوقه، لتموت ضميان وانت الوارد الساقي. لو سمحت بنا